تكلموا ولا هذا الكلام على الله يحفظك. رايك في انتصار اليوم ديال جيس وكيفاش جاك جاتك المقابله الاولى ما بين الرجاء وجيس؟ تحيه طيبه لجميع الجماهير. بالنسبه للمقابله اخويا النتيجه ما كانت عكس التوقعات كيف عارف الجميع، فاي فريق ما تيتمناش يبدا بهذه الطريقه هذه خاصه دوري ابطال افريقيا. اعتقد بان دوري المجموعات اي فريق تيبدا خاصو داخل الميدان خاصك تبدا ب 3 بوان، ولكن قدر الله ما فعل هزيمه ما كانت عكس التوقعات ما كانش منتظره باش نكونوا واضحين. من خلال الاداء ما بين الشوطين المباراه تعتقد بان الفريق ما دخلش في كيف تنقولوا في المقابله اون ديبار، كان صعوبه في التكتيك، طريقه التحول من الدفاع للهجوم كانت هي ما كانتش طريقه سلسه، كانوا صعوبات ربما تغيير التشكيل التغييرات اللي وقعت في التركيب البشري اثرت على الفريق. مرحبا ضروري كنعرف كان راجل مرحبا. كيفاش جاتك الراجل اليوم؟ الراجل من بدا العام ناقصه ماشي راجل، الفريق مريض والمرض ديالو التشخيص ديالو عند الابناء ديالو، فلهذا تنبغي نوصل الميساج للنادي الابناء الغيورين على الفريق يجيو اخر بوقت ينقذوا النادي، لانه كيف تقولوا دخلوا في مارك كيف تقولوا دخل مرحله الانعاش وغيطول في هذه المرحله، مرحله الفريق طويله ودخلنا مرحله الشك ولينا شاكين في الفريق الاداء اللاعبين ازمه الثقه ما عرفناش شنو واقع اخويا. انت كمشجع رجاوي ذاك العام راه نفس اللعابه نفس ولكن قاعد تزاد عليهم شفناهم كانوا ما خسروش العام اللي فات كانت جميع الظروف مواتيه باش يحققوا ذاك الدوبلي. كان معنا رئيس الله يذكره بخير لان وقع مشاكل خاصه ديالو ما عرفناش شنو وقع عليه شنو باش غتسالي النتيجه ديالو الذهاب ديال بطريقه اثر، لانه رئيس محنك رئيس كيف عنده تجربه تعرف يسير جا هذا المكتب مسير هذا صراحه ما كما نقولش مشات معاه الكره ولكن ما عرفش كيفاش يسير الفريق قله تجربه الاعضاء ديالو تسير العشوائي ارتجاليه في اتخاذ القرارات، لانه دابا المدرب الثالث دابا في الموسم صعيب الحال بديتي ب زفيكو شويه دا جيناني مؤقت شويه جبتينا سابينتو شويه ما عرفتش تجيب لنا شي واحد مغمور ما عرفتش يعني اول ميساج غنبغي نوصلو انا كغايور على الفريق ما غندخلش بوليميك على جوج لاعبين قبل ما ندخل لاعبين فالمكتب مسير حتى سوارت يديرون لجنه مؤقته تسير الفريق يجيو الناس الحكامه والناس اللي عندها تجربه كاين جواد زياد كاين احمد عمور كاين ناس تعرف تسير لان الفلاس جاي من عند المكتب تنشوفوا الارتجاليه بالتسير ديالو الطريقه باش يتواصل مع اللاعبين سمعنا بالتواصل الاجتماعي شي حوايج ما انا ما مأكدش من المصادر ديالها ما يمكنش كيف تنقولوا غنديو تقليد يعني البشر اراء اللي لا لا ابار بوزوغ هذاك الموضوع بوحدو تهضر على اللاعبين كاين قال لك واحد تيتحكم في التشكيله في السياق كاين واحد العضو كنا قلنا لي عادي الباقي اللي يعني النائب اللي كان حارب بطريقه في السنه الماضيه دابا رجع بالتسيير تبدل انه ما بقاش مسؤول تقني ولكن راه باقي كيف تنقولوا تعطي القرارات من بعيد يعني مشكل عندنا في المكتب يتبدل المكتب غيجي مكتب اخر غيجيب لنا اطار اخر مدرب وعلى ذكر ان المدرب سابيتو ما بقى عنده ما يزيد كنت قلتي لي تقريبا دابا شي خمس ما بقاش خاصو شحال هذيك نهار خمس شهور على ما اظن ولا شحال انت قلتي لي ان رجل المرحله ما خاصوش لا لا ماشي اول حاجه خصتي قلنا لك المدرب قلنا طارق مصطفى غنلايف تاعنا بعد دابا تنقولها الله طارق مصطفى بدون عمل يعني ربما ما كانش ما عندوش فريق عنده تجربه دايره البطوله الوطنيه ومشكله جبتي مدرب ما عندوش تجربه شوف لا ما عرف لا الكواليس البيت الاخضر ما عرفش ديري البطوله ما عندوش تجربه افريقيه غامرتي به دخلتي به الغمار المنافسات وداري انه استاد المقابلات تاع هزيمه خمسه تعادلات خمسه تعادلات وتعادل خلي مع البطوله هزيمه وخمسه تعادلات صعيب الحال ما بقى عنده ما يزيد الا كانوا شوف الجمهور تركب فيه السكر والقلب والاعصاب كاين واحد النوعيه تتلدد كل اسبوع ببرنجه تيموت على شي حاجه سميتها رانجه جيت من هذا الاسبوع تعكرني بجوج صح فصابيطو الا كنتي تسمعني دابا مباشره حد سوار تبارك ما بقى عندك ما تزيد كاين شي واحد غيقول لا المدرب لعابه المدرب هو تيجيري ليفيكتيف ديالو كون التشكيله ما خدامش واش تما غنبحثي تمكن ناس صاحبي 20 عام ما طلعتش
جا غتغم عليا الجيش شتي غنلعب العام اللي فات غنساعدنا مع اليرونتو ولعبوا معنا الفينال العكاس العاشر حنا بصعوبه فانق جيت فانق محناك دون تجربه راه ما لعبش معنا كره خلاوك انت شاد البالون ولكن كيف تقولوا حتي كان كره كان سلبي ما كانش عنده النجاعه واللعب فعال لعب بلا راس حرب اول حاجه ثاني حاجه درتي وسط ميدان مشكل من هذاك الفردوسي وبيكورون هذاك بيكورون اداء كبير لاعب كبير لعب وسط ميدان الدفاع قدم الاداء ديال المحترم رجع ملي خرج العراسي رجع اللورا عاوتاني قدم اداء فردوسي حتى هو وداك اللاعب صاحبي ديالنا هذا تبركان كاينين تاع واخا ماشي بلاص ولكن اخطاء دفاعيه اخطاء في التمرير حتى موضوع فلهذا كريم بعدي ما كتبش هكا من هنا تنقولها الصفقه فيها شي ليله هو فردوسي ما كان محترمات الاداء اللي دار مع تطوان فاللاعب هو الشخصيه لانه ما قدرش يفرض الشخصيه ديالو عنده مشاكل بيرسونيل هو دابا واش خايف من الجمهور خايف من مواقع التواصل الاجتماعي خايف من القيل والقال باقي اللاعب كيف تنقولوا مرعود باللغه الكره القدم ما تعرف يطلق باس ما تعرف يبرينسي ما تعرف يزيد البالون صراحه صفقه فاشله فردوسي واللاعب بعدي واللي قال شي حاجه الايام بيناتنا انا قلت لكم سابينتو ما غينجحش راه ماشي حيت من تكون نوع دي باجات ولا اليوم مدفوعين ماجورين غتنقول على حكم التجربه المدرب هو خاص يكون عنده التجربه الوطنيه دايز التجربه على الاقل جبنا هذاك سميتو كيف المدرب اللي كان في القطار اللي كان في فرن قطري سميتو اللي كان عندها غنجا لعب فينا مع سوبر كوب مع ترجي ماشي كاريدو الاخر لا ماشي كاريدو الاخر المدرب كان عند الزمالك وكان عند غنجا ودار تجربه محترمه وتكلاسه دوزيام وعلى الذكر ديالو هي باش طلعنا للتشامبيونز ليغ في 2000 مع كورونا سميتو هذا الذكر ديالو مشات ليه عند الزمالك المدرب محنا كانوا يجيبوه صراحه هو دابا بدون فريق غيجيبوه غتقلع الفرق افترض ما بغيتي تجيب مثلا جوزيف زيمباوا لانه خوه بالفريق ودار اخطاء وكان وكان انا اذا كان مصلحه الفريق انا من غدا يتفاوض مع زيمباوا ولا يجيبوا لنا سميتو المدرب اللي كان عند الزمالك زيمباوا واخا تخلى على الفريق واحد واخا تخلى شوف ظروف ماديه شغل هذاك لانه كان وقع مشكل مع مشكل رئيس ما كاينش معاه ما غيتواصل ربما كان عنده درايه بانه المكتب المسير ما عندوش شخصيه باش غيتواصل معاه كان واقف على جانب مادي لان المدرب اللي بغى يزيد معاك خصك تحقق ليه الشروط الماديه بطريقه كان تعرف يسير الفريق كان مدرب رئيس محنك تعرف يجيري الكروب تعرف يجيري المسائل الماديه كان محكم في السير كان تعرف كيف تنقولوا يتاخذ القرار المناسب في المكان المناسب تعتقد بان المكتب المسير ما نجحش المهمه مجموعة القرار الخطأ اللي داروا أنه جعل الجنان واش المدرب جابك 9 نقاط جاري عليه ترى الحماقة صاحبي ترى ما غتدخلش العقل أكبر خطأ أنه جريت على الجنان جابك 9 نقاط من والو ومعيد بدنك خدام وياك كنتي تخلي البالون مشى معاه وخليهم تاش دارك تنقص حيه داجي نتا حيه هادي بديتي تعلمني العلم خاوي درتي بحال هذاك الرئيس اللي كان عند رجاء اللي جا بقى يبان بلبلوها غنديرو غنفعلو تا هو ما دار والو جاب لنا مدير كبير قال انا تايق فيه ما دار والو كلاس ويتيام في الاخر الشامبيونز ليغ تقسم مع الاهلي ما جاب سباقات فاشله حيت الرئيس تيبقى يدوي بزاف راه باين ما غيوصلش تكون الرئيس كاتوم وتخدم وبالعمل التطبيق وجمهور الا كان تيسمعني ف تحيه خاصه للجماهير لانه هو باقي واقف مع الفريق وباقي تيساند صراحه الدراء واخا النتائج السلبيه معي لينا الحي الجماهير جرين بويز و الكوفا صوت فتحيه خاصه للجماهير لانهم داروا خدمتهم فاللاعبين خذلونا بهاد العباره ما داروش خدمتهم واخا ان المدرب ما باغينوش ولا مثلا ما مشاش مع الكره ولا داير النقاب على المعد بدني فصراحه خصكم تموتوا مع الفريق على الاقل موتوا على هاد اللوغو راه حنا دائما تنقولوها غيمشي للرئيس غيمشي للاعب غيمشي للمدرب غيمشي للمعد بدني غيبقى اسم الفريق حتى مع الشعار مع الدرابور نبقاو ديما مع الفريق الرجاء وغنساندو الفريق فالمكتب المسير على الاقل من غدا إقالة سابين اول قرار خصهم يتاخذوا فإلا ما خدوش المدرب ما قالوش غادي يلعبوا كيف تنقول الماء العاكر وغادي يقلبوا على شي حاجه صعيبه وربما غنشوفوا من اسوء المواسم ذكرنا الموسم ديال 2006 2007 كنا الفريق كان الموسم السقوط ودرنا موسم كارثي
راه بان لي كيف تنقول طبق الاصل ست تعادلات اصاحبي راه بزاف. فلهذا خاص الناس تنوض تنقد الفريق ينوضوا يجيو الناس رجالات ويديروا اجتماع. شوف يديروا لجنه مؤقته تقود الفريق بحال اللي داروا مع جواد زياد فهمتيني، وينقدوا الفريق لانه حنا في حاجه ماسه التفاف حول الفريق ويديروا لي فيت. الحمد لله باقي الشامبيونز ليغ باقي المنافسه البطوله باقي الطريق ديالها. فلهذا نتمنى اول قرار اقاله الطاقم التقني ما عندهم ما يزيد ما بدا يعلموا علينا يقول لا هذه كذا. شوف راه باين راه تيبان العربون واش ست ماتش اصاحبي ما ربحتيش وما كنتي تبيت راه باين اصاحبي ما كنتي بيت واحد في التعادل ديال مع الوداد هدف واحد سبعة ماتشات راه عيب ما وقعت اصاحبي كارثه العظمى والله. ولهذا نتمنى المكتب يكون يسمعنا وهاد اللايف هذا يوصل للناس الغيورين ينوضوا يضغطوا على المكتب والفرق اللي غيضغط على المكتب هو المنخرطين البرلمان المنخرطين عندنا تبارك الله ناس تفهموا في الكره عصابه رقيبه دار بانون ناس تفهموا في الكره. فلهذا خاصهم يتجمعوا في اخر وقت يديروا جمع عام استثنائي اقاله هاله ورباعه ديالو ما بقى عندهم يزيدوا لان بين القرار ديالهم داكشي ديال الطوبيه هكذا نعطفوا نجيبوا هذا راه ماشي تغيير المدرب واخا تغير المدرب خاص تكون انت رئيس شجاع تاخذ قرار مناسب في مكان مناسب. اللاعبين نجمعهم جمعهم وهضر معاهم اش عندكم مالكم عندكم مشاكل ماديه هاي التحفيزات المدرب يفرضوا الشخصيه ديالهم فالفريق راه ما دايرش جبتي 14 لاعب حتى واحد ما يحمر جاي يلا زق لك شي واحد وجوج يلا بيكورون وساكو اللي فيهم الضو ولاعب لاكس سميتو بن عم بن عمار اني جبتي 14 لاعب يلا ثلاثه يعني صراحه ما جبتيش الاهم هو قلب هجوم وكنا تنقولوا ديما قلب هجوم صيفطتي بن موهوب مشى بن عياد بن عياد ما باغيش تخرج ضيعتي صفقه فابور على الاقل كنتي تزيد مع بن عياد كان غينقدنا لانه لاعب تيمشي تيتهز ضربات راسيه تيدير الضغط تيدير الضغط تيلعب لاكوره تيدير بزاف. يوسف النجاري ماشي قلب هجوم يوسف النجاري تلعب الاروقه تيدير الضغط تلعب ورا المهاجمين هو النقطه الضوء الوحيده اللي كانت اليوم هو بيكورو والنفاتي بعض اللقطات وضربه جزاء عيبه صاحبي ما كاينش لاعب اختصاص ماشي العشوائيه زريده شاد البالون شويه مشى لها بوكرين هنا تيبان لك الضغط على اللاعبين اللاعب اللي عليه الضغط ما يبقاش حتى هو يمشي في حال صراحه اللاعبين ما كتبش عليك ما بقاوش عاجبين يلا شي خمسه ولا سته اللي باقيين تيتقاتلوا على الفريق والباقيه علم استفهام كبير انا ما عرفتش شنو واقع هما اللي عارفين يخرجوا بتصريحات يقولوا شنو كاين الا كانت عندهم الشجاعه يقولوا شنو واقع في الفرجه لان الهزيمه هذه ما خاصهاش تدوز كيف تقول مور الكرام هزيمه بدايه مشوار الشامبيونز ليغ وكنا قلنا في بدايه الموسم رهان ديال الفريق والشامبيونز ليغ على الاقل تمشي ابعد نقطه تلعب النهايه ولا تلعب تكون من بين بارليمي كاد فاري على الاقل دومي فينال ما تبقاش اصاحبي تضحكوا على الجمهور جمهور دواق جمهور عشاق. فلهذا باستا 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 صافي باركا ما عندنا فين نزيدو المدرب خويا سابيرتو سمح لينا خويا العنوان غلطنا في العنوان سير الله يسهل شوف عرفنا الناس اللي جابوك هما يتحملوا المسؤوليه بلاصه رانجا ماشي ديالك بروفيل ماشي هو هذاك خطا كبير اللي منين جا ما تقولش يا كوره ما دارش خطا ديال المكتب لان ارتجاليه قلنا ارتجاليه في القرار عادي الهالة سمح لينا باركا لا كانت عند لا كنتي باور النهار الاول حتى واحد ما كان كيعرف شو خويا راه كان عنده ستاف تكنيك كان عنده الناس خدامين كان عنده موعد بدل 4 سنين على الاقل ما جراش على الموعد بدل هذا شوف راه بين الخلل اللاعبين اصاحبي راه موعد بدل 4 سنين ومعاد ماشي طريقه باش جيران الامور في الطاقه كان الاول المساعد ياك المدرب كان فيلود كان في مدرجات كيفاش تتواصل مع المدرب كيفاش توقف لاعبيك كيفاش تنبه لاعبيك التعليمات كيفاش تتواصل مع اللاعبين كيفاش تعمل الحريه في التنقل في الملعب يعني معيد بدني ومنه كوتش عطى معيد بدني طبيب عقاري علم النفس راه ماشي ساهل خدم مع الشابي وخدم مع سلام مع ماشي سلام خدم مع سميتو المدرب اللي جمع الشاب و سميتو مع سميتو الطوسي وجا مدير كبير حتى واحد ما استغنى عليه بقى معاهم علاش هادوك الناس ما تيفهموش الكره احتفظوا به تاقوا فيه خدموا معاه يعني على الاقل وعدوا الباروميتر ديال اللاعبين واحد الخمسه
مع المدرب اللي خدم معاه وجيتي انت بنزرتي هو اللي كان لا مع البنزرتي هو كان معاه جيتي انت قلت لا باغي نجيب ستاف تكنيك ستاف تكنيك على الاقل تفرجتي في الفيديوهات اللاعبين اللي كانوا الفريق اللي كان على الاقل عرفتي اللاعبين ما عرفتيش توظف اصاحبي خمسة ماتشات كنا تلعبنا تشكيلة صراحة فاهم سابينتو ما عندهم يزيد الفريق ما عندهم يعطي من إضافة أنا شوف أنا ما قلت لك ما مأجور ما مع باجاج ما عندي مع عادل هذا لا باقي لي لا مع غاريد ولا مع توا أنا تنقول كلمة حق وأنا كورة تفرجنا فيها تفرجنا مية مثل العلماء مصطفى مستودع بصير نزيل تفرجنا مدربين كبار المدربين راه تيبان اللمسة ديالو تتبان في ماتشات ثلاثة وأنا سبعة ماتشات ما بان والو صراحة إلا كان شي واحد غيتحمل مسؤولية في عادل هذا هو الأول المكتب تنحمل مسؤولية المكتب والطاقم التقني والطاقم التقني ماشي هو لانه المكتب هو اللي جابو وتنقول الجمهور تحيه خاصه للجمهور باقي معنا ديما يبقاو مع الجمهور الفريق لان حنا تنعشقوا النوغو وحنا مع الفريق قلنا تيمشي رئيس تيمشي مدرب تيمشي لاعب وتيبقى اكيد اليوم تحيه خاصه للجماهير استمتعنا اليوم بالجماهير سواء ايجل سواء كريبوز والجمهور ما بقى عنده ما يتحمل لان عامين تلعبوا كار فينال تتقسموا مع الفريق الاهلي فتعذبنا مع الجيش فما بالك سان داوز والاهلي والترجي ولا الناس تيفهموا في التاكتيك وفرق كبار فلهذا الا كنا غنمشيو بالفريق ونتكالفو كان فينا وغيعذبنا فمن الاحسن تقصاو في كرون باس ولكن الا كنت غتبدل المدرب وتبدل الطاقم التقنيك غنوقفوا مع الجمهور وغيتبدل الاداء وعلى الاقل اللاعبين غتعطيهم الحريه غيوقع لك الديكليك بسيكولوج لان كيف تنقولوا اي مدرب اي فرق تبدل المدرب تاع اضافه فلهذا تتمنى الطاقم التقني يتغير من غدا ان شاء الله عندنا ماتش مع اكادير على الاقل تكون نقلفوا نوعيه ان شاء الله البطوله والتشامبيونز ليغ عندنا جوج ماتشات صعاب شفنا فرق الكونغولي اللي شوف اللي جاب تعادل صعب مع سان داونز رهيب في الملعب ديالها بالاداء ديالها رهيب وسان داونز عارف فرق كبير وتلعب كره جميله وجاب تعادل هو اللي غيستقبلنا يعني صعيب الحال تعتقد بانه فريق خاص الديكليك بسيكولوجي يكون ما غداش على سابينتو فما بقى عنده ما يزيد ما بقى عنده ما يزيد بلا ما يبقى يضحكوا علينا ويبيعونا الوهم ديالنا شوف احنا تفهموا في الكره سابينتو ما عنده ما يزيد سبع ماتشات ما كبيت واحد صراحه صعيب الحال ما يبقى عنده ما يزيد وتنقولها وتنعاودها في الاول ماشي بروفي درجة ماشي غنجو المرحلة كي عطا الله الاوطار الناس جالسة اصاحبي عندها ديبلومات جالسين يمشي يجيبوا لنا شي اطار تيفهم في الكرة وود الميدان وتيفهم كواليس البيت الاخضر وتيفهم ود الفرق كاين جينا كاين ابو شروان كاين جريندو الحاج كاين اخدوا الحيمة كان جالس قبل ما يتعاقد مع كان زكريا عبوب كان اوطار تيفهمون الكرة فهمتيني ولهذا فاول حاجه عادي الهاله فلك تسمعني مباشره هذا ما مغي قايمه صحاب باجات موال اخطاء اللي درتي اخطاء كارثيه جبتي لينا مدرب ما بعرفش مو سفيغو ما دار والو جينا لي من والو طوا ماتش داير جابك تسع نقاط يعني هي هديه من السماء كنت تخلي عبد الكريم الجيناني المعيد البدني كان البالون دار معاه كان يخليه جريتي عليه تحمل المسؤوليه الجمهور تعشق الكره ما بقى تضحك علينا الجرين بويز والايكز اي الجماهير كامله تيفهموا الكره ما بقاش تضحك علينا عادي الهاله فلك تسمع لي قدم غدا استقاله نديروا لجنه مؤقته ونجيبوا اطار تيفهم في الكره اكيد ان شاء الله الكره ترجع الهيبه ديال الفريق الا بقى سابينتو فغتشوف الاسوء شي سابينتو مع الاسوء غنشوف الاسوء اطار بين محدود وتحيه للجماهير حدا مع اللوغو تبارك الله عليك سي عادل اذا متابعينا الكرام الى هنا نختم معكم هذا المباشر الى مباشر اخر لاحقا ان شاء الله الى اللقاء.